بكره هتحيي حفله المفروض يعني الجمهور مستنيه فيها يعني مفاجآت كتير جدا في مهرجان القلعه. قولي لي مهرجان القلعه بيمثل لك ايه، خصوصا ان هي مشاركه سنويه، هاي اول مره. دي اول مره. اوكي. هلا انا كل سنه بلتقى مع الاحبه بمصر، بس هاي اول سنه حنغني بمهرجان القلعه. وكتير محمسة لأنه أنا بعرف القلعة وبعرف هي قديش حلوة وقديش هيك الإطلالة حلوة، بتحسي حالك هيك كأنه بالسماء، وأصلاً بحب الأماكن الأثرية. ففكرة أنه عم كل هدول العوامل وبمصر بالقاهرة مع الأحبة يلي يعني إلنا سنين هيك صار فيه بيناتنا خبز وملح، فكتير كتير متحمسة. وأكيد في مفاجآت وحنغني بكتير لهجات وحنغني مصري وفي قصص حنغنيها لأول مرة بكرة، فكتير هيك. بكرة كمان معاكي في الافتتاح أستاذ مدحت صالح. أكيد أستاذ مدحت صالح. قابلتي قبل كده أو تعاملتوا قبل كده مع بعض؟ لا ما حصل لي الشرف، بس أكيد بكرة يعني أكيد رح نلتقى وأنا سعيدة. أكيد. اوكي. اول حفله ليك كانت 2016 والنهارده 2023، قولي لي الجاب دي الكام سنه دول كده، 7 سنين تقريبا. قولي لي ايه الفرق اللي شفتيه في مصر من اول ما جيتي 2016 مثلا اول حفله ل 2023؟ أكيد أنه أول مرة جيت على مصر ما كان عندي تخيل، أو كان عندي ترقب بس ما كان عندي صورة بذهني كيف بيكونوا الحفلات، كيف بيكون الجمهور، كيف بيكونوا الندوات الصحفية، كيف بيكون في شيء هيك في تاتش كتير هيك لايت وخفيف، وبنفس الوقت أنه عم نحكي مصر يعني القاهرة في تقل معين، في دائما هيك يعني انتظار للموسيقى. يعني أنا مثلا مهرجان الموسيقى العربية كذا سنة عملناه، في اهتمام بالتفاصيل، شو غنيتي بعد الحفلة، هالأغنية غنيتيها حلو مثل ما يعني كتير في اهتمام بتفاصيل الموسيقى، وهذا شيء كتير حلو لأنه تماما يعني. فصار بعد ال7 سنين صرت بتعرفي انه هيدا بلد مليان فن، مليان ناس بتحب الفن وبتسمع كتير وبتسمع كل انواع الموسيقى، وفي تقدير لكل انواع الموسيقى، وهذا الشيء كتير كتير يعني حلو. فصار في هيك علاقة وطيدة اذا بدك مع الناس الحلوة، مع الفايبس، مع الحفلات يعني. حامد صوتك حلوة جدا وناس كتير جدا بتغرقهم يعني مغرمة فيها زي ما بيقولوا. بس كتير بيشبهوكي بصوت فيروز، بتشوفي الموضوع ده ازاي لما يقولوا فيروز شبه صوت فيروز، بيبقى ظالم ليكي ولا بيفرحك ولا بيبقى ايه؟ هلا اكيد هو يعني اكيد الأحبة اللي بيكتبوا هيك إنه من محبتهم، أو لأنه هن كتير بيكونوا بيحبوا السيدة فيروز. هلأ أنا ما بروح للخيار الأول، بحس هو فيه شوي من يعني هو مسؤولية كبيرة، يعني في تقل إنه أنت بيظلمك؟ أنا مش بيظلمني، بس إنه أنا ما بتبنى هذا التشبيه. يعني خامة الصوت تحديداً يعني غير طريقة الغنى أو النمط الموسيقي، يعني هي شيء من عند الله، فيمكن في شوية شبه بس. وبتخيل يعني أكيد أنا مغنية للسيدة فيروز مثل أي فنان يعني من بالعالم العربي، إن كان من المشرق أو من مصر أو من المغرب، ما في حدا ما بيحب السيدة فيروز وبيغني لها. فأنا ما بتبنى هذا التشبيه، يعني بقول thank you، شكراً لكم، وبعرف إنه هذا الشيء نابع عن محبة، بس أحياناً بيحملني يعني مسؤولية وبيحملني هيك شيء أكبر مني.